كما نتابع مشاهدينا الكرام على الهواء مباشرة في هذه الصورة الحية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل القصف العنيف على قطاع غزة. أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن 13 شخصاً قد استشهدوا جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلين في خان يونس بجنوب القطاع. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن 13 جثماناً وصلت إلى مستشفى ناصر في خان يونس إثر استهداف منزلين لعائلتي الأغا وأبو جميزة في الجزء الشرقي من المدينة. وقال التلفزيون الفلسطيني قال إن 8 شهداء سقطوا جراء هجوم إسرائيلي على مدينة ومخيم تول كارم في شمال الضفة الغربية. وأضافت وكالة الأنباء الفلسطينية أن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 11,180 شهيداً من بينهم 4,609 أطفال، فضلاً عن 3,100 امرأة و 678 مسناً، بينما وصل عدد الجرحى إلى أكثر من 28,000 كحصيلة غير نهائية. إذن مشاهدينا الكرام، نتابع مع حضراتكم على الهواء مباشرة هذا القصف الإسرائيلي لجيش الاحتلال على قطاع غزة وعلى أهله. ها هو ليل غزة كما اعتدنا عليه كل يوم، تضاء سماءه بالقنابل الضوئية التي تبث الرعب والخوف والذعر في نفوس أهالي قطاع غزة. هذه القنابل الضوئية، هذه صفارات الإنذار التي تدوي في كل ركن وفي كل أرجاء قطاع غزة وتحدث ذعرا في نفوس أهله. هذا المشهد نراه كل يوم وكما اعتدنا عليه في سماء قطاع غزة كل يوم. كل يوم تضاء سماء غزة بهذه القنابل الضوئية، بهذه الصفارات الإنذار التي عندما تنتهي تأتي حصيلة الشهداء، تزداد هذه الحصيلة، حصيلة المصابين تزداد، هي أيضا النساء والأطفال الذين يقطنون في كل أرجاء قطاع غزة خوفا ورعبا وذعرا، يحاولون الفرار من هنا وهناك في محاولة منهم للبعد عن هذا القصف الإسرائيلي في غزة وعلى غزة في هذه الحرب التي تستمر لأكثر من شهر على قطاع غزة. نشرت وكالة رويترز للأنباء لقطات تظهر استهداف الفصائل التابعة لحركة حماس لمركبات الجيش الاحتلال الإسرائيلي داخل غزة. على جانب آخر، ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن حركة حماس اتهمت إسرائيل بالمماطلة في المفاوضات للإفراج عن بعض المحتجزين لدى الحركة الفلسطينية في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح 200 طفل و75 امرأة فلسطينية من السجون الإسرائيلية.